استقبل صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبيه صباح اليوم عددا من افراد عائله الشيخ اسحاق يتقدمهم الشيخ محمد اسحاق عبد اللطيف والذين رفعوا الى سموه خالص شكرهم وتقديرهم على مواساته لهم في وفاه فقيدهم المغفور له باذن الله تعالى عبد اللطيف بن الشيخ اسحاق وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان مجتمع البحرين تميز عبر تاريخه العريق بالتماسك والتلاحم بين افراده وهي قيم اصيله يجب الحفاظ عليها باعتبارها السياج الذي يحفظ للوطن امنه واستقراره واستذكر سمه مناقب الفقيد وجهوده في مجال تطوير العمل التجاري بمملكة البحرين مشيدا سمه بالدور الذي تقوم به عوائل البحرين ومنهم عائلة الشيخ إسحاق في تعميق الترابط المجتمعي والمساهمة في نهضة الوطن وتطوره معربا سمه عن اعتزازه وتقديره لكل جهد يبذله أبناء البحرين من أجل تقدم الوطن وازدهاره من جهتهم أعرب أبناء عائلة إسحاق عن خالص تقديرهم وشكرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه النبيلة ومواساته لهم في وفاة فقيدهم بما يعكس اهتمام سموه وحرصه الدائم على أن يكون قريبا من جميع أبناء البحرين ومشاركتهم في مختلف مناسباتهم داعيا المولى عز وجل يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويمد في عمره ويبقيه سندا وذخرا